نتحدث باسم الله. أول شيء أنت توقفت عن الدفاع عن 8000 دولار، يأست ولا حد قال لك رأيك؟ لا حقيقة أخي علي لم نتوقف، ولكن هذه إجراءات الوزارة عندما يتم مراجعة المعاملات أنها تكون تحت الإجراء الرسمي. من ثم اللجان هي شكل لها لجان، واللجان تحت الدراسة، تحت الدراسة لم يكن في شفافية واضحة. طيب حقيقة خلينا نرجع من المربع الأول، كيف بدأت القصة وين وصلت؟ والله القصة بدأت عندما التحقنا بالميدان التعليمي بعد أن تخرجنا من كليات المعلمين. عندما التحقنا بالميدان التعليمي اكتشفنا أن تخصص المختبرات المدرسية فاقد للتطوير. لا معلم خريج من كليات المعلمين لا يحق له ما يحق لبقية المعلمين مميزات، مثلا على سبيل المثال الإكمال لدرجة الماجستير، الدكتوراه، المشاركة في جائزة التميز، في برنامج خبرات. يعني تخصص المختبرات فاقد للتطوير ولا وللحوافز ولأي شيء. طيب وقفوه الآن في كلية المعلمين؟ تم إيقاف هذا التخصص، ولدي معلومة أنه ما زالت كلية الرس تخرج هذا التخصص. طيب المعاناة كم صار لك؟ كم عمرها؟ والله يا أخي علي المعاناة ممتدة منذ سنوات، يعني تقريبا ما يقارب أكثر من 15 سنة. طيب